بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله في المحاضرة دي هنتكلم عن فهم سير عمل العلاج الإشعاعي خطوة بخطوة من وجهة نظر الفيزياء الطبية. معاكم محمد علي مرسي، فيزيائي طبي علاج إشعاعي من مصر وأم الدنيا. من تقريبا كده من 50 لـ60% من حالات السرطان هتتعالج بالعلاج الإشعاعي في مرحلة من مراحل العلاج بتاعتها. ازاي الراديو ثيرابي؟ ايه هو الراديو ثيرابي وازاي بيشتغل الراديو ثيرابي؟ دي هو طريقه من طرق علاج الاورام، بنستخدم فيها هاي انرجي ايونايزنج راديشن، طاقات عاليه من الاشعه المعينه عشان ندمر الخلايا السرطانيه وندمر الدي ان بتاعها ونمنعه من ايه، من التكاثر. طيب اثناء الراديو ثيرابي بيحصل حاجه اسمها البيولوجيكال افكت. البيولوجيكال افكت ده بيحصل للنورمال تيشو، الخلايا السليمه اللي حوالين الورم وخلايا السرطان نفسه. طب عشان نحافظ على الخلايا السليمة اللي حوالين الورم من تأثير الإشعاع، بنعمل حاجة اسمها فراكشنيشن. يعني ايه فراكشنيشن؟ يعني على سبيل المثال الدكتور مثلا يروح قال لنا احنا عايزين ندي المريض ده 50 جراي، فاحنا ال 50 جراي دي مش هنديها للمريض مرة واحدة كده يموت مننا، لكن بنعمل حاجة اسمها فراكشنيشن، ان هو نقسمه على عدد جلسات. يعني مثلا ال 50 جراي ده الستاندرد بتاعها بيتقسم على 25 جلسة، بحيث في كل جلسة ياخد 2 جراي. فاحنا ليه بنعمل كده؟ علشان ندي الخلايا السليمة اللي هو النورمال تيشو انف تايم، نديها انف تايم ليه؟ عشان تعمل ريكفر لنفسها بين الجلسات، عشان تعمل ريبير لنفسها. فهي ما بتعمل ريبير، الريبير بتاعها بيكون اسرع من الخلايا السرطانية. الخلايا السرطانية ما بتقدرش تعمل ريبير لنفسها للدي ان بتاعها، وبالتالي لما تفشل انها تعمل ريبير، فبالتالي فهي ايه، بتموت. وده الهدف من ايه، من العلاج الاشعاعي، ان احنا ندمر ال دي ان بتاع الايه، الخلايا السرطانيه. هاو از راديو ثيرابي يوزد؟ فعندنا تو ديفرنت واي، الراديكال تريتمنت والباليتيف تريتمنت. الراديكال تريتمنت اللي هو التريتمنت بتاعنا، اللي هو العلاج، اللي هو الهدف منه اللي هو يدمر الخلايا السرطانيه والدي ان بتاعها ويمنعها من الانتشار لبيت الاعضاء السليمه اللي حوالينا، ويقلل خطر الريسك اوف ريكارنس. يعني بعد المريض ما بيعمل مثلا عملية علاجية، عملية جراحية، او ياخد كيمو ثيرابي، فمهم جدا ان هو ياخد راديو ثيرابي علشان يقلل الريكارنس اللي هو ممكن احتمالية يحصل ريكارنس بعد العلاج. نيجي بقى للباليتيف تريتمنت اللي هو الجرعات التسكينية، من اسمها كده تسكين، بتسكن ايه؟ بتسكن الألم. فتلاقي المريض يا عيني داخل ليك القسم عنده ألم، خصوصا في حالات البون ميتس والبرين ميتس، يعني بتلاقي ألم وعمال يزعق والأدوية مش جايبة معاه، زي المورفين والكلام ده مش جايب معاه نتيجة يعني. فبالتالي احنا بنديله جرعات تسكينية، سواء بقى على 5 جلسات، 4 جلسات، 10 جلسات، علشان يعني نقلل الألم بتاعه، وبالتالي يشعر براحة، ونعمل امبروف للكواليتي لايف بتاعه، يعني نحسن الكواليتي لايف بتاعه، اللي هو يقدر بقى يتحرك، يقدر يمارس بعض الحاجات اليومية اللي اي انسان طبيعي يقدر يمارسها. فده يعني بنظبط له الكواليتي لايف بتاعه. بس هو مش علاجي خلاص، هو الورم انتشر ومش قادرين نسيطر عليه خلاص يعني. فبالتالي ده اسمه الباليتيف تريتمنت. طيب according to time يمكن نصنف ال radio therapy according to time. احنا عارفين ان cancer treatment modality زي في كذا نوع، زي السيرجري والكيمو والار تي، دول اشهر طرق علاج للاورام، اللي هو السيرجري الجراحه، والكيمو الكيمو ثيرابي اللي هو العلاج الكيماوي، والار تي اللي هو الراديو ثيرابي. طيب لو احنا لو 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 المريض خد راديو ثيرابي بعد نوع من الانواع ده، بنسميه الادجيفنت راديو ثيرابي. يعني المريض لو خد مثلا راديو ثيرابي بعد السيرجري بنسميه بوست اوبريتيف راديو ثيرابي. طيب لو المريض خد راديو ثيرابي قبل مثلا السيرجري او الكيمو، فبنسميه نيو ادجيفنت راديو ثيرابي. زي مثلا لما بنيجي مثلا ياخد راديو ثيرابي قبل العمليه الجراحيه، اللي احنا بنسميها بري اوبريتيف راديو ثيرابي. طيب لو هو بياخد كيمو ثيرابي، لو هو الراديو كيمو ثيرابي او الكيمو او الكيمو راديو ثيرابي، لو الكونكرنت بالتزامن، يعني ده هتلاقيه بياخد راديو ثيرابي وكيمو ثيرابي في نفس الوقت. وده هتلاقيه في حالات الهيد اند نك، دايما هتلاقي المريض بياخد جلسات اشعاعي وكيماوي في نفس الوقت.
لو احنا هنصنف الراديو ثيرابي اكوردنج تو المود، فعندنا حاجه اسمها الاكسترنال بيم راديو ثيرابي والبراكي ثيرابي. الاكسترنال بيم راديو ثيرابي اللي هو الكومن اللي احنا عارفينه، اللي هو الشكل الدارج للراديو ثيرابي، اللي هو زي اللينير اكسلريتور معدل الخطي والكوبالت 60، فده اسمه اكسترنال بيم راديو ثيرابي. اما البراكي ثيرابي فهو ده الانترنال راديو ثيرابي، اللي هو بنحط مصدر مشع سواء بصوره مؤقته او صوره دائمه في المريض، في اي كافيتي في جسم المريض. واشهر الحالات طبعا او اشهر الكلينيكال كيسز اللي احنا بنحتاج فيها البراكي ثيرابي هو حالات السيرفكس والاندوميتريوم وحالات التانك، ده بيكون طريقه افكتيف قوي يعني. هو البراكي ثيرابي مش منتشر قوي كان زمان، لكن دلوقتي بدأ ينتشر عشان وجدوا ان هو افكتيف تريتمنت للحالات، خصوصا الحالات الخاصه بامراض النساء زي ما قلنا السيرفكس والاندوميتريوم. ازاي بيتم تشخيص الكانسر؟ فعندنا مثلا عندنا اللابوراتوري تيست، اختبارات المعمليه دي، مثلا اختبارات بنجمع فيها المريض نقدر ناخد منه اليورين او الدم، او نعمل له حاجه اسمها تيومر ماركرز تيست، هي علامات الورم او دلالات الاورام، ودي بتساعد الطبيب على تحديد التشوهات اللي ممكن تحصل في الخلايا دي نتيجه وجود ايه السرطان. وفي برضو البيوبسي، ودي تعتبر دي اشهر طرق من طرق تشخيص السرطان، ودي الطبيب بيجمع عينه من الخلايا ويديها المختبر، وفي معظم الحالات البيوبسي هو الطريقه الوحيده لتشخيص السرطان بشكل نهائي، فلذلك التشخيص البيوبسي والباثولوجي والحاجات دي مهمه ايه جدا. نيجي للطريقه الثانيه من طرق التشخيص، هو الايميجنج تيست، اللي هو زي السي تي والرنين والبيت سي تي. فالمريض بنطلب منه او الطبيب بيطلب منه اشعه، فالأشعة المهمة عشان نشخص وجود السرطان أو لأ هو الإيمج، اللي هو الإيمجينج تيست زي السي تي، زي السي تي. فالسي تي بنستخدمه في الراديو ثيرابي في مرحلة ما قبل وما بعد. ما قبل العلاج الإشعاعي بيقول لنا في برسنس اوف تمر، في ورم ولا لأ، ويقول لنا أي ستيج من الورم هو المريض موجود فيها. ده المرحلة اللي قبل الريدي ثيرابي. بعد الريدي ثيرابي بيقدر نشوف هل في ريسبونس للكانسر نتيجة التريتمنت ولا لأ، فده مهم جدا. وبرضه بيشوف لنا لو احنا خلصنا علاج اشعاعي وخلصنا كيمو وما اعرفش الكلام ده وعملنا، فنقدر يشوف هل حصل ريكارنس ولا لأ. فالسي تي مهم جدا من طريقة من طرق التشخيص ايه الورم. عندنا الرنين بيدينا انفورميشن للسوفت تيشو الموجوده في الجسم، اللي هو السي تي ما يقدرش يدينا ليها انفورميشن، زي ايه، زي حالات السوفت تيشو ساركوما والهيدندينك تيومر والبرين تيومرز والتيومرز الخاصه بالبلفس ريجن زي البروستيت والبلادر والريكتوم، ان هو يدينا يورينا الـ 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 ورينا البلاد فيسل مثلا، ورينا الليمف نود، بنحتاج الليمف نود نرسمها. فاسهل وادق طريقه عشان تظهر لنا السوفت تيشو انفورميشن دي هو ايه، الرنين. البيت سكان ده من برضو طريقه مهمه جدا لاثبات وجود الورم او لا. البيت سي تي ببساطة كده هو نوع من أنواع التشخيص من خلال الطب النووي نيوكلير ميديسين. المريض بيتحقن بمادة مشعة اللي اسمها الـ FDG، هو جلوكوز ومادة مشعة، يعني الجلوكوز متحمل على أي مادة مشعة، فلما بتتحقن بها المريض الخلايا السرطانية بتعمل أبتيك للجلوكوز ده، لأن هي شرهة جعانه، فهي بتسحب الطاقه وتسحب اي غذاء بيوصل للخلايا اللي بيوصل للجسم قبل الخلايا السليمه. فهي لما تمتص الجلوكوز المحمل على الماده المشعه ده فبتتمركز الماده المشعه في الخلايا السرطانيه دي، فبالتالي نقدر نعملها ديتكت، نقدر نصورها، ونتيجه التصوير ده نقدر نشوف بقى التمركز بتاع الجلوكوز في الخلايا السرطانيه ده بيكون مدلولي، هل بقى دي خلايا سرطانيه ولا لا. بس هو يعني طريقة مهمة جدا من طرق التشخيص. الكانسر ستيجز اللي هي مراحل السرطان، احنا خلاص عملنا الاختبارات اللي احنا قلنا عليها، وخلاص الاختبارات دي قالت لنا ان في خلايا سرطانية وحجمها قد ايه ومدى انتشارها في جسم الانسان. فالستيجنج معناها او بتوصف how far the cancer has spread، يعني مدى مقدار انتشار السرطان. The most widely staging system، اشهر
أنظمة اللي هي بتقول التشخيص بتاع الورم اللي هو الـ TNM staging system. في TNM staging system بتتقسم اللي قلنا الـ T والـ N والـ M. الـ T معناها تيومر، ودي بتعمل ديسكرايبس لحجم الورم ومدى انتشاره في الأنسجة المجاورة، وهي بتكون التي دي بتكون مترقمة من 1 لـ 4، يعني جنب حرف التي جنب حرف تي ممكن تلاقي رقم 1 أو 2 أو 3 أو 4. The higher the number the farther the cancer has spread، يعني أعلى رقم معناه إن هو خلاص دي حالة advanced، حالة خلاص واصلة للآخر ليفل دي. ال N اللي هي النودز، ودي زي ما قلنا describe the spread of cancer to nearly lymph node، يعني هي بتوصف الخلايا السرطانية انتشرت في قد ايه في الليمف نود المجاورة ليها، ودي برضو بيكون محطوط رقم قصادها من 0 لـ 3. والأرقام دي بتكون مدلولة إن هو how much the cancer has spread to lymph nodes near the cancer cells. نيجي لل M هي الميتاستس، describe الميتاستس وبتقول if the cancer cell has spread to other part of the body، يعني هو بتوصف هل الخلايا السرطانية انتشرت لأعضاء تانية سليمة في البادي ولا لا. وبرضه بيكون محطوط ارقام لها دلالات معينه، يعني يكون مثلا في جنب الام ده رقم 1 معناها ان الكانسر انتشر للاورجانز او الليمف نود، يعني حصل انتشار للخلايا السرطانيه في الاورجانز السليمه اللي حوالين الورم او الليمف نود. ام نوت ام زيرو معناها مفيش اي علامه او اي دلاله تقول ان الخلايا السرطانيه انتشرت لاي اعضاء سليمه حوالين الورم او اي لينف نود جنبها. طب الكانسر جريدنج الدرجات بتاعته عندنا، في اولا معنى جريدنج معناها مدى سرعه نموها وانتشارها، تمام؟ يعني احنا الجريدنج بتاع الكانسر فهو مدلوله هاو اكتف كانسر سيلز انت تيشو ار، مدى و هاو فاست ذي ار لايكلي تو جرو اند سبريد، يعني مدى سرعتها ونموها وانتشارها، تمام؟ فعندنا جريد 1 وجريد 2 وجريد 3. الجريد 1 اللي هو اللو جريد، ماشي، وده انديكيت ذا كانسر سيلز، يعني بيحدد الخلايا السرطانيه تبدو مختلفه قليلا عن النورمال سيلز الطبيعيه، وهي بينمو بسلو جروينج ببطء شديد، فده الجريد 1، تمام. نيجي للجريد 2 اللي هو الانترميديت جريد، الخلايا السرطانية تبدو انها مختلفة قليلا وما بتشبهش الخلايا السرطانية، بس هي بتنمو اسرع من الخلايا السرطانية الموجودة في الجريد 1، تمام. نيجي للجريد 3 اللي هو الهاي جريد، اللي هو بيقول لك ان الخلايا السرطانية مختلفة جدا عن الخلايا السليمة اللي حوالين الورم وبتنمو بسرعة جدا. فكده احنا قسمنا الكانسر جريد اللي هو 1 و2 و3. نيجي بقى the most common cancer type based on its origin، يعني أشهر نقول 13 نوع من الخلايا السرطانية على أساس المنشأ بتاعها. فعندنا يعني أشهر من البريست كانسر، لانج كانسر، بروست كانسر، كولون كانسر، وركتال كانسر، ميلينوما، بلادر كانسر، نون هوجكن ليمفوما، كيدني كانسر، اندوميتريوم كانسر، لوكيميا، الثيرويد، الليفر، بنكرياس كانسر، ودي بيكون كومن بين الميل والفيميل. طيب ايه اشهر، يعني لو احنا كده صنفنا الكانسر اكوردنج تو البيجنز بيبدا منين، فعندنا اول حاجه في عندنا الكارسينوما والساركوما. فالكارسينوما بتبدا من السكن او التشو او الانسجه اللي هي بتغطي السيرفيس، سطح الانترنال اورجان اند الجلاند الغدد، يعني دي بتبدا في الخلايا اللي هي بتغطي النورمال الانترنال اورجان زي البروست زي البريست الكلام ده كله. فدي ده كارسينوما، وهي عباره عن سوليد تيومر، يعني تيومر ليه شكل كبير كده وبيظهر في الصوره. والاشهر انواع بتاعه الكارسينوما زي ما قلنا البروست كانسر، بريست، اللانج. نيجي للساركوما، هي بتبدا من التيشو that support and connect the body، يعني التيشو اللي هي بتيجي بقى في اللي موجوده مثلا في الدهون والعضلات والاعصاب والاوتار والمفاصل والاوعيه الدمويه والغضاريف والاوعيه الليمفاويه والعظام،
فده كله اسمه ساركوما، ودي طبعا من اصعب انواع السرطان اللي ممكن تقابلك، يعني لان بيكون اغلبها بيكون الريسبونس بتاع الراديشن قليل صعب يعني، فدي بتكون من الحالات ايه الصعبة الساركوما. فكده عرفنا يعني ايه الكارسينوما، المنشأ بتاعها بيكون موجود فين، والساركوما. نيجي بقى للنوع الثالث اللي هو اللوكيميا، اللي هو سرطان الدم. تبدأ اللوكيميا عندما تتغير خلايا الدم السليمة وتنمو زي ما نقول كده بدون حسيب ولا رقيب يعني. وأشهر أنواع أشهر أنواع اللوكيميا، في 3 أنواع للوكيميا، في الأكيوت ليمفيستيك لوكيميا والكرونيك ليمفيستيك لوكيميا والأكيوت مايلويد لوكيميا والكرونيك مايلويد لوكيميا. والنوع الرابع بقى اللي هو سرطان الليمفوما، ودي من اسمها كده بتبدأ من الليمفاتيك سيستم، اللي هو الليمفاتيك سيستم ده اللي هو النتورك بتاعت الفاصلز والجلاند، اللي هي أصلا اللي هي السيستم بتاع الفايت انفكشن اللي هو مكافحة العدوى. فعندنا نوعين منها اللي هو الهيدجكين ليمفوما والنون هيدجكين ليمفوما. خلاص عرفنا يعني ايه راديوثيرابي، وعرفنا انواعه، وعرفنا ازاي بيتم تشخيص الخلايا السرطانية والمنشأ بتاعها، سواء بقى كان من البداية البيجنينج بتاعتها او الاوريجن بتاعتها. نيجي بقى نقابل التيم بتاع الراديوثيرابي. تيم الراديوثيرابي بيتكون من راديشن انكولوجيست وراديو ثيرابي ميديكال فيزيست وراديو ثيرابي ثيرابيست. راديشن انكولوجيست ده طبيب بيكون متخصص في علاج الاورام بس بالراديو ثيرابي، العلاج الاشعاعي. الراديو ثيرابي ميديكال فيزيست ده اللي هو احنا يعني، ده واحد بيكون متخصص خريج فيزياء مع دراسات عليا في الفيزياء الطبية، بيكون عارف الإشعاع والبيهيفير بتاعه، يقدر يستخدم أو يطوع الإشعاع ده في علاج الأورام، ويقدر يعمل قياسات ويعمل كالبريشن للأجهزة والكلام ده كله. فده الراديو ثيرابي ميديكال فيزيست. الراديو ثيرابي ثيرابيست اللي هو الثيرابيوتيك راديوجرافر أو الراديو ثيرابيست اللي هو المعالج أو الفني، وده مساعد صحي أو طبي موجود معانا في القسم بيشتغل في المجال الراديو ثيرابي. وده يعتبر من يعني من اهم الاشخاص الموجودين في القسم برضه، لان هو بيكون دايركت كونتاكت مع البيشنت سواء في مرحله السيميليشن او التريتمنت. خلاص المريض اتشخص بالسرطان وتم اختيار علاج أشعاعي كعلاج للسرطان، بيتم إبلاغ المريض بمرضه وخطوات العلاج اللي بتحتوي على ايه بقى، بداية الـ starting time سواء للسيميوليشن او للتريتمنت، radiotherapy procedures خطوات العلاج الأشعاعي، duration of treatment مدة العلاج، والacute والlate effect في radiotherapy. فده المريض الطبيب لازم يبلغ المريض بال4 حاجات دول. تمام، بعد ما خلاص المريض بلغناه الكلام ده كله، ما ننساش ان هنمضيه على الكونسنت، الموافقه سواء المريض او الريلاتيف بتاعه، ان هو عارف ان هو هيتعالج بعلاج اشعاعي، والعلاج الاشعاعي 1 2 3، ومن المتوقع يحصل اعراض جانبيه سواء اثناء العلاج او بعده. فالمريض لازم يمضي على الكونسنت عشان حفاظا على الناس اللي شغالين في القسم والكلام ده كله. The radiotherapy process consists of following steps. بتبدأ من simulation لغاية treatment. ال follow up ده خاص بالطبيب بعد ما يخلص الجلسات، لكن وانت موجود في القسم بتاعك انت هتكون موجود في المراحل بتاعة العلاج الأشعاعي، من أول simulation لغاية التريتمنت، وما بينهما بقى من خطوات زي الريجستريشن والكونتورنج والدوز ايه بلاننج. هنبدأ بالسيموليشن، والسيموليشن عبارة عن جزئين، الجزء الاول هو البيشنت بوزيشننج اند الايموبلايزيشن، والجزء الثاني هو الايمجنج اند داتا اكوزيشن. البيشنت بوزيشننج يجب ان يتم وضع المريض في اكثر وضعيه مريحه قابله للتكرار بسهوله مناسبه للمنطقه اللي انت هتعالجها، يعني الموست كومفورتبل بوزيشن، يعني المريض يتحط في وضع يكون مريح بالنسبه له، مش متعب، مش يحصل له اي تغيير اثناء الجلسات، يعني خلاص ده وضع مريح بالنسبه له. The position easily reproducible اللي هو قابل للتكرار بسهوله، day by day يعني انت تحطه في وضع كل يوم تقدر تحطه في نفس الوضع بسهوله، يعني ما تحطوش في وضع صعب تيجي تكرر الوضع ده تاني يوم ما تقدرش، فبالتالي هيكون في uncertainty اثناء العلاج. فبالتالي مهم جدا ان الوضع بتاع المريض يكون قابل للتكرار بسهوله.
suitable for irradiated region of interest، يعني يكون الوضع بتاعه يكون مناسب للمنطقة اللي انت هتعالجها، يعني ما تكونش حاطه في وضع علاجي بريست وهيتعالج مثلا بروستيت، فمش منطقي يعني. تمام. وما تنساش اثناء ما تحط المريض في الوضع العلاجي انت تدون الاوضاع بتاعته العلاجيه في الفايل بتاع المريض، يعني المريض تقول مثلا نايم سباين برون، هاندس اب، هاندس اون سايد، هاندس اوفر هيد. ده مهم جدا عشان تبقى نوتس ليك، خصوصا للفني اللي هو جهاز يعرف ان المريض في اي وضع، عشان دي باي دي سيت اب، يعني ما يكونش في فاريشن في السيت اب بتاعه من دي تو دي. في المرحلة بتاعت السيميليشن دي بيكون موجود الطبيب المعالج والفني اللي هو المعالج السيرابيست، لأن أما الفيزياء ممكن تحتاجه بس في رأي استشاري، لكن أنا مش مطلوب مني أكون موجود أثناء مرحلة إيه السيميليشن. قلنا مرحلة الإيموبيلايزيشن، ليه إحنا المريض بنحتاج نعمل له الايموبايل ديورنج التريتمنت؟ اول حاجه عشان ريديوس البيشنت موشن. ليه احنا بنحتاج ادوات تثبيت للمريض اثناء العلاج؟ فاول حاجه ريديوس البيشنت موشن، نقلل حركه المريض، لان خصوصا المريض ممكن تاخد زمن الجلسه بتاعته من 15 دقيقه، يمكن اكتر كمان في حالات الاستيريو يمكن ياخد وقت اكتر، فبالتالي مهم ان احنا نقلل حركته اثناء العلاج علشان نضمن ان الجرعه بتاعته او الاشعه يوصل لمكان الورم وما يتاثرش على الخلايا السليمه والاعضاء السليمه اللي حوالين الورم. لذلك بيقول effective embolization is very important for minimizing motion during treatment، يعني الجهاز التثبيت مهم جدا علشان نقلل الموشن during treatment. improve the patient comfort، يعني يخلي المريض يشعر بالراحة، مش يكون الوضع بتاع المريض يكون وضع متعب، لأن المريض في العادي اللي هو بيميل إن هو يتحرك من وضع غير مريح لوضع أكثر راحة، فبالتالي هو مفيش أدوات تثبيت أو أثناء الجلسة المريض هيحاول يظبط نفسه الوضع هو اللي هيريحه، يعني إيديه فوق إيديه تحت، رجليه مفرودة، ركبه متنية، فده هيريحه. لكن في نفس الوقت انت مش ضامن كل جلسة هيحط ايديه او رجليه او ظهره في مكان اللي هو بدأ بيه اول مرة، فبالتالي المهم يكون عندنا ادوات تثبيت على تشعر المريض بالراحة، ما يدورش المريض على الوضع المريح المناسبه، فبالتالي يبقى في موشن اثناء الجلسات، وبالتالي هيأثر على الكواليتي بتاع ايه التريتمنت. من اشهر ادوات التثبيت او اجهزه التثبيت اللي احنا بنستخدمها اللي هو السيرموبلاستيك ماسك، ده مشهور اول حالات الهيد والهيد اند نيك. الهيد ريست بنستخدمه في المريض اللي بيتعالج برين وهيد اند نيك علشان نضمن ان اول حاجه المريض يشعر براحه الدماغ بتاعته، ونقلل الموشن بتاعته اثناء الجلسات، وان هو ياخد الوضع العلاجي بتاع كل مره، فبالتالي الهيد ريست بيكون مهمه جدا. طب ايه مشكلة الراديوثيرابي؟ احنا اول حاجة بقولك ان لما بنستخدم السيرموبلاستيك ماسك في مرحلة السيميوليشن خلاص هو بياخد الشيب وبيتجمد على الشكل اللي احنا ايه حطيناه على المريض، يعني الراس بتاعة المريض او الرقبة او الكتف بتاعه والكلام ده كله، لما بنيجي نحط السيرموبلاستيك ماسك بعد ما نطلعه من مية ويتحط على جسم المريض يبتدي ينشف وياخد الشيب الوضع بتاع المريض، ياخد الشكل بتاع المريض من اول الراس لغاية مثلا منطقة الانف، منطقة الدقن، منطقة الزور، ده كله كده بنفرد الماسك عليه وياخد الشيب بتاعه خلاص، فكده خلاص الشيب عمل. طيب فرضنا المريض لوس ويت، يعني المريض خس او الورم حصله شرينكينج، فبالتالي هيحصل السيرموبلاستيك هيبقى فيه جاب بين السيرموبلاستيك ماسك والسيرفس بتاعة المريض او السكن بتاع المريض، يعني في الصورة دي مثلا عندنا الجزء بعد المريض بعد ما خد 20 جلسة، ده اول جلسة شايفين ان هنا السيرموبلاستيك ماسك او السيرفس بتاع السيرموبلاستيك ماسك فت اهو على الهيد بتاع المريض، لكن بعد ما بدأ 20 جلسة المريض خس او الورم حصله شنج، حصل ريسبونس، فبالتالي بدأ يبقى فيه جاب بين الماسك والسكن بتاع المريض، فده هيكون عندنا مشكلتين. المشكلة الاولى ان هيكون في الاس اس دي هتبقى نوت اكوريت،
الاير والجاب الموجود هنا بيرفع هوت سبوت، بيعمل بيخلي هنا في هوت سبوت جامد بيحصل، او بيحصل تفاعل جامد مع الاشعه مع السكن. فاحنا مطلوب مننا ايه يعني، وبرضه يعني بالنسبة للمريض اللي حصل له إن هو خس أو حصل له شنجك، يمكن المريض الورم حجمه يزيد يعني، يعني يمكن أنت بتدي له راديو ثيرابي ما بيخس الورم، مش بيحصل له شنجك، لا ده بيزيد زي حالات المجزلة مثلا، ممكن حالات الثيرويد بعضها ما يجيبش ريسبونس للعلاج الشاب، العكس ده بيزيد، فبالتالي مش هتقدر تقفل الماسك بتاعك أثناء العلاج، فبالتالي دي مشكلة من مشاكل السيرموبلاستيك ماسك. بنضطر نعمل حاجة اسمها ريسيميليشن والبلانينج، المريض نصوره تاني ونعمل له خطة علاجية جديدة ونعمل له ماسك جديد، أو نعمل الماسك القديم نعيد استخدامه علشان إيه نعالج المريض. زي ما قلت هتكون في مشكلة في الاس اس دي، ان هي مش بدي ده مش بترو اس اس دي، لو انت لو حصل جاب مثلا 5 مللي او 6 مللي بين المريض بين الماسك بتاعه، فبالتالي دي احد ايه عيوب. نيجي بقى لحالات السوركس والابدومينال والبلفس. الميجر كونسيدريشن بتاعتنا اللي هو البيشنت ار في الطبيعي او اكثر وضع راحه للمريض لو هو موجود في الوضع العلاجي بتاع السوركس او الابدومينال، ان الدراع بتاع المريض يكون في جنبه او يحطه على بطنه ويحطه على صدره، بس ده هيمثل لنا مشكله. اول حاجه لو دراعه في جنبه احنا مش هنقدر نحط الثري بوينتس بتاعتنا بتاعه السيت اب اللي هي ريفرنس بوينت اللي انا هشرحها بعد كده. تاني حاجة هيخليك انك انت لو انت فرضنا ان احنا هنسيب المريض في الوضع ده، مش هتقدر تخلي الاشعاع يمر من خلال دراعه، يعني انت لو هتحط حقل علاجي او بيمز أو بيم انجل في الغالب هتعمل افويد للمكان اللي فيه الدراعات بتاعته، تمام. ولو فرضنا انك انت هتعالج المريض ودراعاته جنبه مثلا او الكلام ده كله، هيكون عندنا انسرتينيتي في البوزيشن بتاع الارم كل يوم، لانك يعني مش هتضمن ان المريض هيحط الدراع بتاعه في المكان المظبوط كل مره، وهيحصل سكين توكسيسيتي او هيحصل تفاعل نتيجه الراديشن على السكين بتاع المريض، فبالتالي ده يعني ده هيقلل من الكواليتي بتاع البلان. فبالتالي عمل حاجة اسمها اللونج بورد. اللونج بورد المريض بينام على ظهره ويرفع ايديه في مستوى يا اما الرأس او ابعد بايه من الرأس. لو احنا هنستخدم ادوات تثبيت لحالات البلفس، فعندنا ممكن نستخدم السيرموبلاستيك ماسك، ونفس الفكرة بتاعت الهيد اند نيك سيرموبلاستيك ماسك، بتحط في مية سخنة وبعد كده بنحطه على جسم المريض عشان ياخد الشيب بتاع المريض، بس الفرق بينه وبين الهيد اند نيك ان هو اكثر سماكة من التاني. برضو بنحتاج نستخدم حاجة اسمها ني وليج أو فوت سبورت علشان نضمن إن الهيب بتاعة المريض أو الجزء السفلي بتاع المريض ما يحصلوش روتيشن أثناء الجلسات بتاعتك، عشان تضمن إن المريض يفضل ثابت أثناء الجلسة بنستخدم حاجة اسمها ني سبورت أو الفيت سبورت. المريض حاجة كده المريض بيدخل رجله فيها ويكون فيها تدريج أرقام، بحيث نشوف أكثر وضع مريح للمريض. خلاص المريض كده حط بقى في الوضع المريح، ندون في الفايل بتاعه إن هو مثلا الني سبورت بتاعته على رقم كذا، الفوت سبورت بتاعه على رقم كذا، بحيث كل جلسة نحط إيه الرقم ده، أو الفني يحط الني سبورت في البوزيشن أو المظبوط كل جلسة. نيجي بقى لحالات البريست. فالبريست بيكون ليه بورد مخصوص مختلف عن بقية الأعضاء. أهم المواصفات المطلوبة في البريست بورد ده، يكون المريض مرتفع بزاوية ميل عن الترابيزة بتاعة العلاج، بحيث المريض أول حاجة يشعر بيتزود الشعور بالراحة بتاعته، وبتدينا فرصة إن هو إعادة التكرار الوضع العلاجي للمريض كل جلسة. طيب احنا دلوقتي حالات البريست احنا مش بنعالج بريست بس، ممكن نعالج معاها اكزيلا او سوبرا كلاف، فبالتالي عايزين برضو الدراعات بتاعه المريضه ما تتحطش على الشيست بتاعتها مثلا، فبالتالي محتاجين في البريست بورد ده مكان المريض يقدر يحط دراع ايديه او دراعاته بوضع هيكون مريح وسهل، فده مش هيتوفر غير في ايه في البريست بورد بالشكل ده. زي ما احنا شايفين ان في بورد لازم يكون مرتفع شويه كده بزاويه ميل، ويكون في ادجستبل ارم
سبورت للمريضة، بحيث يبقى كل مرة نقدر نعرف المريض اتحط في أي وضع علاجي. نيجي لحالات الهيوج بريست، يعني لو المريضة عندها هيوج بريست وعايزين نعالجها في الوضع الطبيعي اللي هو السباين بوزيشن، المريض البريست مش هيكون ثابت، هيبقى متحرك، وبالتالي مش هنضمن كل جلسة ان هو يبقى يتحط في وضع مظبوط. فبالتالي عملوا حاجة اسمها البرون بورت، دي خاصة بالحالات البريست اللي هي هيوج بريست. المريضة بتنام على بطنها، والإفكتد بريست البريست المصاب بيتدلى من فتحة كده موجودة في البورت، ونخش اللاترالات من البريست. علشان ايه؟ عشان ايه نعالج. الميزة في السيستم ده ان انت المريضة لما بتنام بالوضع ده، اللانج والهارت بيطلعوا من المجال بتاع العلاج، من التريتمنت فيلد بتاعك. يعني زي ما احنا شايفين كده، لو احنا مريضة وده الافكتيف بريست، فانت لو هتعالج ده الاشعاع بتاعك او الحقل العلاجي او البيمس بتاعك، فانت بتعالج كده، فانت بتطلع الهارت واللنج بتاعك من المدى بتاع الايه العلاج الاشعاعي، وده مش موجود اصلا في السباين بوزيشن. ساعات في السباين بوزيشن ممكن تلاقي الهارت داخل، ممكن اللنج داخله، فدي ميزة في الايه برون بارت. طيب لو ندور على في يعني في ايش لقيناها كده اثناء العلاج، قال لك ان ادوات التثبيت والتيبل توب اللي هي التوبس اللي هي الترابيزه بتاعه العلاج، بيكون لها ديزومتريك افكت. اول حاجه بتزود الانكريز السكين دوز نتيجه البولس افكت اللي بيحصل من الديفايسز دي، بيحصل اتنويشن للبيم لو احنا مرينا بحقل علاجي من خلالها. يبقى اول حاجه بتزود السكين دوز نتيجه البولس افكت، وبتعمل اتنويشن للبيم، وده تم شرحه يعني باستفاضه في التي جي 176. عمل فيه تقريبا 20 ستادي تم نشرها بتتكلم عن الموضوع ده، هو الديزومتريك افكتس اوف تيبل توبس اند الامبوليزيشن ديفايسز. يعني في الانكريس سكين دوز طبيعي، لو قلنا الستاندر بتاع المريض بياخد 2 جراي بير فراكشن، فبعد 20 بعد المريض ما ياخد ريسيف 20 جراي، يعني بعد ما ياخد 20 جراي تقريبا اسبوعين، بيحصل له حاجه اسمها الارسيما، اللي هو يحصل التهاب واحمرار للجلد، وده طبيعي. هتلاقيها في حالات الهيد والبريست باينه قوي، ان هو هتلاقي المريض حصل له احمرار كده مكان الحقل العلاجي اللي بياخد فيه الكلام ده كله. بعد 45 جراي، يعني تقريبا بعد ما يمر مثلا اسبوعين، بعد ما يمر قصدي 4 اسابيع، بيحصل حاجه اسمها دراي ديسكيميشن، اللي هو يحصل تقشر بس جاف، المكان اللي بتحصل تقشير كده في الاسكان بتاع المريض بس جاف. وما فوق ذلك، يعني ما فوق ال 45 جري، حاجه اسمها الموزايت ديسكيوميشن، اللي هو التقشر بس فيه هتلاقي رطوبه كده، هتلاقي فيه ماده كده موجوده، على تحس اللي هو يعني زي زلال كده والكلام ده كله. طبعا الدامج ده بيتم علاجه، بيروح لوحده بعد 4 اسابيع من هو بعد ما يخلص الجلسات بتاعته، تمام؟ يعني بعد 4 اسابيع بعد ما يخلص الدامج اللي حصل ده، سواء بقى الارسيما او الديسكيوميشن اللي حصل ده، بيقعد 4 اسابيع بعد ما يخلص الجلسات بتاعته، ويبتدي يحصل ايه استشفاء ليه. طيب التي جي 176 وجدت ان السيرمو بلاستيك ماسك لما بنستخدمه بيزود السيرفس دوز من 30 ل 70%، وده ديبند اون السيكنس بتاع البلاستيك ماسك والبيم بارامترز، الطاقه والفيلد سايز والاس اس دي والكلام ده كله. نفس الحكايه، وجدوا ان السوليد كاربون فايبر اللي احنا بنستخدمها برضو بتزيد ليها سكين بولس افكت، وبتزود السكين ايه دوز. البيم اتنويشن، وجدوا ان لو انت هتخش بحقل علاجي بستيرير تحت كده تحت الترابيزه، وجدوا ان بيحصل اتنويشن للبيم اللي بيمر ده من 3 ل 6%، وده بيعتمد على الطاقه والانجل بتاعت البيم والفيلد سايز اللي احنا بنستخدمه. فالتي جي 176 عشان تقلل الافكت بتاع البيم اتنويشن ده، قالت اثناء العلاج اثناء البلان بتاعنا، لازم ندخل التيبل توب بتاعتنا والامبوليزيشن ديفايس في الكالكوليشن سيستم بتاعنا، بحيث يبقى مأخوذ في الاعتبار
الادوات دي. فبالتالي لما تيجي تحسب بيه خلاص، يبقى وانت داخل بالبيم انت شايف الافكت بتاعها وازاي تأثيره. فده مهم جدا انك انت تكون معرف او منزل التيبل توب بتاعك والامبلايزيشن ديفايس بتاعتك على ايه، على البلاننج سيستم بتاعك، علشان يأخذه في الاعتبار اثناء الايه الكالكوليشن، يعني يتم تضمينها بشكل صريح في السيستم بتاعك. طيب احنا خلاص عملنا الامبوليزيشن والبوزيشن بتاع المريض وحطيناه في اكثر وضع راحة، وعرفنا كل اورجان ليها ايه ادوات التثبيت بتاعتها ومواصفاتها والكلام ده كله. نيجي للايميجنج والداتا اكوزيشنز. قبل سنة 90 كان في حاجة السيميوليشن للاكسترن بيم، بيكون من خلال جهاز كده شبه اللينير اكسليريتور، اللي هو اسمه كونفنشنال سيميوليتور. هو كونفنشنال سيميوليتور ده جهاز شكل المعجل الخط بالظبط، ده باستثناء ان هو بدل ما يكون فيه ميجا فولت سورس هو فيه اكس راي سورس او كي في سورس، وده بيستخدم المريض بيكون فيه 2 دي، يعني بياخد قط واحد للمريض تمام زي الاكس راي كده، بحيث ان احنا من خلاله نقدر نحط نظبط الايزو سنتر بتاعنا، ونعمل لو في شفتات للمريض بنقدر نشفته على ايه كونفنشنال سيميليتور. بس هو 2 دي يعني بدائي، وما عادش ما بقاش يستخدم كتير، يعني لان بقى في حاجه اسمها السي تي سيميليتور. السي تي سيميليتور ده لو احنا هنشتغل 3 دي واي ام ار تي وفيمات، فاحنا هنحتاج اللي هو الفيرتشوال سيميوليشن او سي تي اي سيميوليتور. فده اللي بنحتاجه. طيب في سي تي سيميوليتور ايه الاختلاف او ايه المتطلبات اللي احنا بنحتاجها في سي تي سيميوليتور عشان نقدر نستخدمه في الايه الراديوثيرابي؟ اول حاجه يكون عنده هانس فيلد. ايه الهانس فيلد ده؟ اول حاجه ان البيكسل فاليو الموجوده في السي تي عباره عن هانس فيلد يونتس. الهانس فيلد يونتس فاليو دي في الايمج دي بتتحول او كونفرتد تو الالكترون دينستي او ماس دينستي او بروتون ستوبنج باور، ديبند اون التايب والبلان الجوريزم اللي انت بتستخدمه. الكونفرسيشن اللي بتحصل دي بتحصل من خلال السي تي كاليبريشن كيرف. يعني ببساطه كده البكسلات الموجوده في السي تي هي عباره عن هانس فيلد يونتس. الهانس فيلد يونتس دي بتتحول لما بيجي نستخدم السي تي، بتتحول حاجه اسمها الكترون دينستي او ماس دينستي او بروتون ستوبنج باور. التحويلات دي بتكون طبقا للالجوريزم اللي احنا هنستخدمها في الكالكوليشن والبلانك سيستم اللي احنا بنستخدمه. والكونفرسيشن دي بتتم من خلال حاجه اسمها سي تي كالبريشن كيرف. لذلك واحنا بنعمل بيم كونفيجوريشن للجهاز بتاعنا على البلانك سيستم، مهم جدا نعرف السي تي كالبريشن كيرف الموجود للسي تي سيميوليتور الموجود في القسم عندي، بحيث يكون ده بنستخدمه في التحويلات بتاعت ايه الهانسفيلد. يكون في اوبشن للميتال ارتفكت زي الدنتال ارتفكت والهيب امبلمنتد. ده الحاجات اللي هي الارتفكت ده بتأثر على الدوس. لو احنا بنستخدم لو احنا يعني احنا ما عملناش ليها يعني ما عالجناش اللي هو الارتفكت اللي هيحصل ده، فبالتالي هيدينا ان اكيوريت دوس كالكوليشن، يعني هيأثر على الكالكوليشن بتاعتها. فمعظم السي تي سكانر دلوقتي اللي بتستخدم في السيميليشن فيها الجوريزم بيعمل حاجه اسمها الميتال ارتفكت ريدكشن عشان ما يأثرش على الدوز بتاعتنا في الكالكوليشن. لارج بور سي تي سكانر مهم جدا ان احنا يكون البور بتاعت الفتحه بتاعت السي تي سكانر تكون كبيره، وفي الغالب هتكون يعني اغلب الاجهزه دلوقتي الموجوده في السوق هتلاقي الرينج بتاع البور بتاعتها من 35 ل 107. ليه بنحتاج اللارج بور دايمتر بور ده؟ ليه؟ عشان احنا بنستخدم ادوات تثبيت اثناء العلاج، فبالتالي ممكن المريض يكون اوبيس شويه، فبالتالي الفتحه الكبيره دي مهمه علشان نقدر ندخل المريض يحصل له فيت جوه الجهاز مع ادوات التثبيت اللي احنا بنستخدمها تمام. بجانب اللارج بور سي تي سكانر في حاجه اسمها الفيلد اوف فيو. يعني احنا الفيلد اوف فيو ده مهم جدا. لو احنا مثلا عندنا لارج بور ولكن عندنا الستاندر اللي هو الفيلد اوف فيو،
فبالتالي المريض يخش جوه البور، من المتوقع جدا ان هو المريض مش كله هيتصور، هتلاقي في جزء كده مش طالع في التصوير، يعني في مصر بيقولوا مقشوط، يعني في جزء كده مش ظاهر في السي تي بتاعه، نتيجة ان احنا ما عندناش لارج فيلد اوف فيو اللي هو الاف او في. فمهم جدا انك انت لما تجيب بور سايز يكون معاك برضو يكون فيه لارج اف او في، عشان موضوع المريض كله يتصور، السكان بتاع المريض كله يطلع في الصورة. وده فرق بين السي تي العادي والسي تي الكونفرشال سي تي اللي هو بتاع الدياجنوستيك. يعني انتوا شايفين ان الفتحة بتاعته صغيرة والمريضة نايمة على بريست بورد. فبص البريست بورد المريضة مش قادرين يخشوا جوه الجهاز، عكس ما يكون في فتحة كبيرة فالمريضة قادرة تخش في الجهاز هي والامبوليزيشن ديفايس بتاعها. لازم الجهاز بتاعنا يكون في حاجة اسمها الفلات تيبل، يعني الفلات تيبل تكون زي الموجودة في سي تي في اللينير اكسلريتور. تلاقي اللينير اكسلريتور المعجل الخط فيه فلات تيبل عكس، فبالتالي لازم الفلات تيبل موجودة في اللينير اكسلريتور هي نفسها تكون موجودة في سي تي سيميليتور، عكس الدياجنوستيك سي تي سكان هتلاقي هنا في كيرفيتشر كده جاية كيرفيتشر، عكس السي تي سكان اللي بنستخدمه في الراديو سرعات ستريت. فده الفرق بين الاثنين. طيب خلاص احنا عرفنا السي تي سيميليتور والكونفنشال سيميليتور والكلام ده كله. بعد ما خلاص المريض يتحط في الوضع العلاجي بتاعه الكومفورتبل بوزيشن، بنعمل حاجة اسمها الاكوار اوف السكاوت سكان اللي هو البايلوت سكان. هو في الغالب بيكون انتيرير بوستيرير او لاترال او بوست دايركشن، يعني المريض بيتصور في الاتجاه الانتيرير او انتيرير او ناخده لاترالات. ايه اهمية السكاوت ده؟ ده عشان نشوف المريض بيكون ستريت السوبيريور والانفيريور اكسس. يعني احنا المريض ما بنيجي نصوره الاول بناخد حاجه اسمها السكاوت سكان. السكاوت سكان ده بنشوف المريض هل محطوط ستريت على الترابيزه ولا مايل شويه يمين او مايل شويه شمال او الهيد بتاعته مش مظبوط. فمهم السكاوت ده مهم جدا عشان نقدر نحط المريض كده في السنتر بتاع الجهاز بدون اي ميلان اليمين او الشمال. ولو احنا عملت خدت السكاوت وما لقيتش المريض محطوط ستريت، بنعيد السكاوت تاني ونعمل نعمل ريسكان تاني للسكاوت سكان ده عشان نتأكد ان المريض محطوط ايه ستريت. ودي صورة زي هي عبارة عن اكس راي مثلا، صورة زي اكس راي كده، فلازم نلاقي مثلا الفقرات دي لو بتاعت محطوطة ستريت، المريض من ناحية من منطقة الهيب مثلا واخد شطار بلفس مش واخد يمين شوية او واخد شمال شوية، يبقى المريض ايه محطوط ايه. الستاندر بتاعنا بيكون هيد فيرست سباين، يعني لو المريض هتصور سباين بنصور الهيد وبعدين بيكون الهيد محطوط الاول. لكن في بعض الحالات زي الليج مثلا او المريض نايم برون، فاحنا هتخش الاول فيت فيرست. يعني لو حالات الليج انت لو انت هتصور مريض الليج مريض مثلا عنده الورم في رجليه، فمش منطقي انك انت تاخده من اول الهيد لغايه رجليه، يعني هتعرضه لجرعه هو مش عايزها يعني. فانت بالتالي يبقى الحل الاوفر انك انت تدخله من الرجل الاول، تمام. وحالات برضو البيلي بورد اللي زي الحالات البيلي بورد ده بنستخدمه في حالات الابدومين والبرون بريست بورد. برضو المريض بينام هيد فيرست برون على بطنه، فبالتالي هيحصل نيو اورينتيشن. طبيعي ان هو الاكس والواي والزد بتكون معموله على السباين هيد فيرست سباين، لكن ما يحصل اختلاف فبالتالي الاورينتيشن بتاعتك هتتغير. فبالتالي لازم تسجل النيو اورينتيشن بتاعتك ده في السكانر كونسول بتاعتك علشان ما ياثرش اول حاجه على الاورينتيشن بروبلم بتاعتك، هتلاقي لها افكت في التريتمنت بلاننج والايمج جايد بتاعك اثناء الجلسات. لان يعني انت لو المريض مثلا الشمال هيبقى يمين واليمين هيبقى شمال، فده هيغير معاك. فبالتالي مهم جدا احنا نعمل النوتس دي في السي تي سكانر كونسول قبل ايه ما نبدأ البلاننج والاي جي ار تي بتاعنا. مشكلة تانية برضو بتواجهنا اثناء السيميليشن على سبيل المثال، يعني انت لو هتصور منطقة لازم تصور المكان اللي فيه الورم بالاورجن ات ريسك المفترض انك انت تعملها ايفالويشن اثناء البلاننج بتاعك. يعني انا بالنسبة لي يعني مثلا حالات زي حالات الرايت بريست مثلا، تلاقي لو البريست بتاعك حجمه كبير شوية معدي مثلا ال 15 سنتي مثلا،
فتلاقي الفني يا دوبك صور ايه لغاية لغاية تحت الفولد كده بشوية، ويروح ايه ده النهاية بتاعته. فتيجي انت تفتح الفيلد بتاعك فتلاقي انت داخل في الليفر شوية، فبالتالي عايز تعمل ايفالويشن تدوس لوزة الليفر، فانت مش هتقدر لان الليفر مش كله متصور وبالتالي مش كله مرسوم، فبالتالي مش هتقدر تعمل ايفالويشن ليه. فمهم جدا ما تيجي تصور تاخد المنطقة كلها اللي انت كلها بالاورجن ات ريسك، يبقى انت شامل العضو المصاب مثلا الافكتد اورجن مع الاورجن ات ريسك كلها اللي حوالين الافكتد اورجن ده، علشان تضمن ان تعمل ايفالويشن لايه للدوز اللي هتوصل له. نيجي بقى للمرحلة حاجة مهمة أوي بنعملها أثناء السي تي سيميليشن أو الكونتراست ايجنت، ده بنستخدمه أثناء السيميليشن عشان بيزود الفيجواليزيشن بتاعتنا. الايجنت اللي بنستخدمه ده بيكون عنده هاي سي تي نمبرز نتيجة اللي هو الهاي اتوميك نمبرز اللي هو موجود فيه، فده بنستخدمه علشان يعمل ايه يزود الفيجواليزيشن بتاعتنا. من اشهر الكونتراست ايجنت بتاعتنا الليكويد باريوم سلفيت، وده يمكن يتبلع على يتبلع عشان يعمل فيجواليز لللور جاسترو انتستينال، ممكن يتاكل في هيئة معجون عشان لو احنا للحالات الابر جاسترو انتستينال او الاسوفيكس. وفي اليودي نيتد كونتراست، وده عبارة عن اللي هو الاي في اللي هو الانجكتد انترافينسلي، وده مهم جدا عشان يعمل هايلايت للفيسكولار والتيومر الليمف نود والكلام ده كله. التايم بتاع الاي في اللي احنا اثناء العلاج بيتم التحكم بيه رومتلي من خلال حاجة اسمها الباور انجكتور، ودي صورتين كده مختلفين يعني، شوف ده من غير الكونتراست ايجنت وده بالكونتراست ايجنت، شوف هنا منورة اهي الكدني والفيصل اللي حوالين الكدني والكلام والكلام ده، نفس الحكاية هنا برضه هتلاقي الاستومك منورة ازاي نتيجة الكونتراست. احنا من شوية قلنا ان الكونتراست ايجنت ده هاي دينستي وهاي اتوميك نمبر، فبالتالي وجود الكونتراست ده ممكن يأثر على الدوز كالكوليشن بتاعتنا. فبالتالي ايه نحل الموضوع ده ازاي؟ احنا بنعمل تو سي تي سيريس، واحد من غير كونتراست وواحد بكونتراست. الغير كونتراست ده بنستخدمه في الكالكوليشن والايمج جايدنس، والكونتراست ده بنعمل له فيوجن مع اللي هو الويز اوت كونتراست علشان نشوف الفيجواليزيشن اللي احنا عايزين نشوفها. تمام، فدي الفكره، ان احنا بنصور المريض مرتين، مره بالكونتراست ومره من غير الكونتراست. المره من غير الكونتراست ده عشان نستخدمه في الديس كالكوليشن لان قلنا وجوده بيأثر على الديس كالكوليشن بتاعتنا، وبعد كده نعمل فيوجن مع الموجود بالكونتراست وبالتالي علشان نشوف ايه الفيشواليز اللي احنا بنقول عليها. لو انت عايز تعرف التكنيكس بتاعت الكونتراست ومعلومات باستفاضة، في الامريكان كوليدج اوف راديولوجي مانوال اون كونتراست ميديا الدوكومنت دي ممكن تنزلها مع النت وتقراها وتشوف ايه المتطلبات بتاعت الكونتراست. قلنا من شوية ان الفيلد اوف فيو بتاعنا لازم يكون كبير زيه زي البور بتاعته علشان نضمن ان البيشنت سيرفيس كله يكون متساوي خلال السي تي، وبالتالي نقدر نرسم اكسترنال كونتور للبيشنت لان الاكسترنال كونتور او الاكسترنال بادي كونتور ده مهم جدا في التريتمنت عشان من خلاله نقدر نظبط الاس اس دي بتاعتنا والاي شي ار تي الالاينمنت بتاعنا. هتلاقي المشكله دي موجوده في حالات الاوبيز البيشنت المليان، خصوصا لو انت مثلا عندك الليجن بتاعك موجود في اليمين او الشمال، فبالتالي مش هتقدر تصور المريض كله عشان حجمه كبير. فبالتالي ممكن نعمل نشفت المريض مثلا شوية كده على الترابيزة بحيث نقدر نصور المريض وناخد الجزء اللي احنا ايه نعالجه. فاحنا مثلا على سبيل المثال احنا دي حالة مريض شايفين الفات دي كلها، فبالتالي ساعات ما بنقدرش نصور الاكسترنال بادي كونتور كله، حتى هتلاقي الجزء ده كده تحس ان هو ايه مش جاي مش متصور. فاحنا لو عندنا مثلا هنعالج الناحية دي، فاحنا مش هنقدر ندخل اي فلدات علاجية من الناحية دي خالص علشان هو الكونتور ده مش حقيقي، يعني في تيشو مس في الجزء ده. فبالتالي لو انت مريض مثلا عندك الجزء في هنا نخش من هنا من هنا من هنا، لكن ما نقدرش نخش من هنا زي عشان التيشو ميسنج الموجودة هنا.
فده أهمية الفيلد اوف فيو اللي احنا قلنا لازم يكون كبير برضه أثناء إيه لما نيجي نشتري السي تي سيميليتور بتاعنا. نيجي بقى للماركينج بيشنت. ماركينج بيشنت دي اللي هي الثري بوينت سيت اب أو ريفرنس بوينت بتاعتنا عشان نعمل ألاينت للبيشنت، وهي عبارة عن الثري بوينت. أهمية الثري بوينت بتاعتنا أو الريفرنس بوينت بتاعتنا اللي هي السيت اب دي بتحدد من خلالها اللوكيشن اوف ايزو سنتر، بنحدد الايزو سنتر بتاعنا بتاع الورم، ومن خلالها برضو بنعمل بنقدر نتحكم في التيومر بوزيشن او البيشنت بوزيشن اثناء ايه الجلسات. فدي هي الثري بوينت بتاعتنا. ازاي بنحددها؟ من خلال نستخدم موفبل ليزر. الموفبل ليزر ده بيكون 3 ليزر، بيكون 2 في الجنب وواحد فوق المريض، وما بيشتغلوا بيحصل تقاطع بينهم. نتيجة التقاطع ده في الكروس هير بتاعهم بنحط النقطة بتاعتنا، فعندنا نقطة هنا ونقطة هنا، نقطتين في الجنب ونقطة ايه انتيرور مثلا. في كل كروس سيكشن بنعلم علامة نقول دي هي الريفرنس بوينت بتاعتنا، فده يعتبر الايزو سنتر بتاعنا الايه بتاع المريض. قبل ما نصور نعمل حاجة اسمها البلاستيك بول بيرنجز اللي هي البي بي بي. ده عبارة عن 3 نقط كده، بنحط 3 نقط كده بلاستيك أو ممكن تكون ميتال صغيرة جدا، بنحطها في الانترسكشن بتاعة الليزر ده علشان نقدر نشوفها في السي تي بتاعنا. تمام، فدي مهمة جدا عشان وأنا شغال في الفيزياء أعرف إن دي الريفرنس بوينت بتاعتنا أو السيت أورجن بتاعي. فمهم انك انت تحط البي بي دي علشان ايه نحدد في الفيزياء يكون باين عندي الريفرنس دي. طيب لو انا متاكد ان هو ده الايزو سنتر بتاعي وان هو ده الايزو سنتر موجود في الورم بتاعي، خلاص بنحط التاتو او بنحط المارك. لكن ساعات بنحط البيرمننت انك تاتو، بنحط التاتو بتاعنا بنقط كده بنحطها مكان الانترسكشن او مكان البي بي اللي احنا قلنا عليها. طيب لو فرضا احنا مش انا مش متاكد، يعني مثلا هتلاقي دايما الحالات اللي احنا بنحط لها البيرمننت انك تاتو ده اثناء السيميوليشن على الترابيزه، حالات مثلا الهول برين الفن عارف بيحطها فين، فبالتالي انا مش محتاج اعمل شيفتات، هو متاكد ان الايزو سنتر بتاعي يكون في نص الورم. وحالات البروستيت مثلا تلاقي الفني عارف لما لو البروستيت في السيت اب بتاعه بيحط لي البوينتس الريفرنس بوينتس دي في مكان بحيث ما يكونش فيه شيفت للمريض. لكن لو انت مثلا حطيت الريفرنس بتاعتك في مكان انت مش متاكد ان ده الانترستنج فوليوم بتاعنا، بس انت مش عارف هل الدكتور هيرسم فوق شويه تحت شويه، فانت مش متاكد، فبنحط اللي هو temporary مارك، يعني بنحط علامه بس مؤقته ما هيش علامه دائمه. تمام، عشان متوقع يحصل شفتات للمريض، مش ده الفاينل ايزو سنتر بتاعنا. تمام، طب والشفتات دي بقى بنحددها بنعملها ازاي اثناء بقى الايه التريتمنت بلاننج. الان تريتمنت بلاننج الشفت دي بتتحدد فروم اليوزر اورجن بتاعنا. لما الدكتور او لما بتيجي لي الصوره زي ما قلنا فيها ال3 نقط دول، دي بعرفها على بلاننج سيستم اللي هي الزيرو بتاعنا، ده الزيرو سيت اورجن او ده الزيرو بتاعي. طيب دلوقتي انا عملت الفيلد سايز بتاعي ووجدت ان هيحصل فيه شفتات، فبالتالي هتلاقي هنا مثلا في الاكس والواي والزد بتاعتنا دي الابسولوت كاوتش بارامترز في الاكس والواي بتاعتي. تمام، فانا مثلا ما عملت الخطه العلاجيه، لو انا لو 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 المريض محطوط مظبوط في الايزو سنتر وكله تمام، هتلاقي الاكس والواي والزد دي متعرفه ان هي زيرو، ما فيش شفتات للمريض. الايزو سنتر اللي اتعمله في السيميوليشن هو الايزو سنتر اللي هيتعالج بيه. ولكن لو في اي شفتات سواء في الاكس والواي والزد، فلما باجي انا اشتغل في البلانك سيستم بتظهر لي في الاكس والواي والزد بالماينس او بالموجب، فالفن بياخد البارامترز دي بديها له فيبتدي يعرف يتحرك المريض بتاعي في اي اتجاه. وده بقى من خلال حاجه اسمها الدي ار ار. احنا قلنا لازم البلانك سيستم بتاعنا اللي بنشتغل فيه قلنا في الاول ان هو عنده قدره هو يعمل جنريشن حاجه اسمها الدي ار ار اللي هو الديجيتال ريكونستراكتد راديوجراف. دي عباره عن صوره اكس راي بيعملها للفيلد سايز بتاعي. تمام، وفي نفس الوقت المريض وهو على الجهاز في اول جلسه بتعمل له برده حاجه اكس راي او دي ار ار. تمام، وبنحط دي ار ار اللي جاي من البلانك سيستم
على الدي ار ار او الاكس راي ايمج بتاعتنا اللي احنا خدناها على التريتمنت ماشين بتاعتنا، نحطهم فوق بعض ونعمل ماتشنج بينهم. ولما يحصل ماتشنج ويحصل كومبوز كده يبقى متطابقين جدا، هنشوف الشفتات اللي حصلت. لو هو اصلا في شفتات هنبتدي بناء على التطابق ده، لو في ديفرنس في الاكس واي زد هتظهر الفن. نتيجة ذلك الفن هيبتدي يحرك المريض في الاتجاهات ده، الاتجاهات الجديدة او الكوردونيتس الجديدة في الاكس واي والزد، ويبتدي يعمل بقى اللي هو ايه البيرمننت تاتو، اللي هو التاتو الدائم او الماركر الدائم. في الغالب ما هو مش بيعمله من اول جلسه، ممكن يدي لنفسه 3 جلسات عشان يتاكد خلاص ان ده البوزيشن النهائي للمريض. فده كان مهم جدا تعرف ان الماركينج بتاع البيشنت بيتم تظبيطه ازاي. زي ما شفنا اهو خلاص عمل الدي ار ار وبتاع، فابتدي يبقى عندنا شفتات في الواي والزد والاكس، ونتيجه الشفتات الجديده دي نبتدي ايه نعمل التاتو بتاعنا الجديد. طيب هل الماركينج بتاع البيشنت ده بنعمله بس للريفرنس بوينت؟ لا، ممكن نعمله في حالات زي حالات البوست اوبريتيف تريتمنت. بنحط مثلا مكان السكير السيرجيكال سكير في حالات، مثلا هتلاقي في حالات البريست اللي هي زي الكونسيرتيف، تلاقي الدكتور عامل الكليبسات بتاعته، وفي نفس الوقت احنا عايزين نعرف مكان مكان في سكير كده موجود في السكن بتاع المريض، لان مكان السكير ده بيكون ريكارنس في بعض الحالات يعني. فبالتالي الفني بيحط علامة كده للدكتور يكون عارف ان هو ده مكان الجراحة بتاعته او السكير بتاعه. برضه بنحط علامة حالات السيرجيكال درين سايت، تمام. ده مهم جدا برضو ان احنا واحنا شغالين الفن بيروح حاطط علامة صغيرة كده مكان الدرين سايت، علشان ايه يكون الطبيب وهو شغال بيرسم الحالة عارف ان هنا كان ايه مكان ايه للدرين سايت. في كلينيكال سيفتي كونسيدريشن لازم ناخد بالنا منها واحنا في مرحلة السيميليشن. اول حاجة بنستخدم الكونتراست ايجنت. الكونتراست ايجنت لازم نعملها قبل ما المريض ياخد الكونتراست ايجنت، لازم نعمل حاجة سيرم كرياتيني. سيرم كرياتيني ده اللي هو الكرياتين في الدم، نعمل التحليل ده علشان عشان اللي هو اسمه النيوفروتوكسيسيتي اللي هو السميات الكلويه، لان المريض ممكن يكون عنده مشاكل في الرينال في الكليه بتاعته، فبدل ما تديه الكونتراست يحصل له مشكله. فده مهم جدا انك انت تعمل التحليل ده اللي هو الكرياتين، تحليل الكرياتين في الدم عشان تشوف السميه الكلويه. حاجة تانية أثناء الكونتراست ايجنت حاجة اسمها الاكسترا فيسيشنز اللي هو التسرب الدم نتيجة الماتور أو الباور بتاع الانجكتور، يمكن يحصل تسريب للمريض، فدي دي مشكلة تانية. ممكن يحصل الالرجيك لايك رياكشن اللي هو يحصل حساسية تفاعل نتيجة فمهم جدا قبل ما تدي المريض الكونتراست ايجنت بتاعه تعمل تشوف هيحصل له حساسية نتيجة أخده للكونتراست ده ولا لأ، ونعمل قلنا تحليل هو الكرياتين في الدم عشان نشوف النيفروتوكسيسيتي للمريض. قبل ما نصور المريض لو هي في ميل نسأل هل في حمل، لأن يعني عارفين السيموليشن دي أول مرحلة في مراحل العلاج الأشعي، وبالتالي هي هتتعالج وهتخش راديو ثيرابي، فمهم جدا إن احنا نعرف في المريضة حامل ولا لأ. الـ implementable electronic device زي الـ pacemaker والـ insulin pump والـ deep brain simulators. دي الأجهزة دي كلها لازم قبل المريض يتصور نعرف هل المريض حاطط أي أجهزة من الأجهزة دي، لأن نتيجة دي يمكن الـ radiation يعمل دامج للسيركت بتاعة الأجهزة دي والسوفت ويزود ويبوظ السوفت وير بتاعه واللوجيك سيركتس بتاعته. فبالتالي مهم جدا نعرف المريض عامل implementable electronic device ولا لا. طيب احنا خلاص المريض اتصور وكله تمام، بس بعض الحالات احنا بنحتاج ان احنا نستعين بالرنين والبيت سي تي بتاعنا. قلنا الرنين قبل كده بنحتاجه علشان يدينا سوفت تيشو ديفينيشن اكتر من الموجوده في السي تي، ولو عايزين نعمل نعرف الميتابوليك انفورميشن بتاعه الخلايا السرطانيه
مش هكون متوفرة في الست، هكون متوفرة في البيت. فبالتالي احنا محتاجين نعمل حاجة اسمها imaging image registration او fusion. طب قبل ما نخش في الرنين فيوجن، احنا ليه اصلا ما بنستخدمش رنين في السيموليشن؟ ليه ما يكونش بعد ما نستخدم سي تي في السيموليشن نستخدم مثلا ام ار اي سيموليشن؟ اولا مشكله الرنين، اول حاجه الفيزيكال دايمنشن بتاعته، انت عارف هو بيشتغل بمجال مغناطيسي قوي، فبالتالي مش هنقدر نستخدم اي حاجه فيها حديد او معدن اثناء الايه اثناء التصوير، خصوصا انت عارف المرضى كلهم بيخشوا بالامبوليزيشن ديفايس بتاعتها، فبالتالي مش هنقدر نستخدم الادوات دي، فدي مشكله. تاني حاجه البون سيجنال بتاعته ابسنت، ما عندناش، ما بيطلعش انفورميشن للبون بتاعتنا، والبون بتاعتنا مهمه جدا في الدي ار ار جينيريشن، عشان نعمل دي ار ار للمريض في مرحله البلاننج بتاعتنا مفيش، فبالتالي مش هنقدر نستخدمه لو عندنا رنين. ما بيدينش نو الكترون دينستي انفورميشن، مش بيدينا معلومات عن الالكترون دينستي بتاعتنا، وبالتالي لما يكون ما عندناش الكترون دينستي مش هيكون عندنا هيتيروجينيتي كوركشن اللي احنا بنستخدمها في الديس كالكوليشن. فدي ثلاث اسباب ما بنقدرش نستخدم الرنين فيها في السيميليشن، ولكن نقدر نستخدم الرنين في بقى في الفيوجن. يعني المريض عندنا صورة السي تي بتاعته والرنين بتاعته، نعمل لهم فيوجن، يبقى كده خدنا الـ accurate volume definition أو الـ soft tissue information من الرنين، وفي نفس الوقت عندنا صورة السي تي اللي فيها electron density اللي احنا بنستخدمها في الـ dose calculation. فبالتالي لما نعمل فيوجن الدكتور يرسم على الاتنين مع بعض، لكن انا ما اجي اعمل calculation بتاعتي بعملها على ايه السي تي. نيجي بقى للبيت سي تي بتاعنا. قبل كده احنا اتكلمنا عن الفرق من اهمية البيت سي تي والفكرة بتاعته، فبالتالي احنا ممكن نعمل برضو بيت سي تي ريجستريشن، بحيث ناخد صورة من البيت مع صورة السي تي بتاعنا بتاع السيميليشن، ونعمل لهم فيوجن مع بعض ويدينا بيت سي تي. يبقى عندنا برضو زي ما قلنا، يبقى عندنا المريض، اقدر اخد ميتابوليك انفورميشن او نشوف الاكتيف بتاعة التيومر من خلال صور البت، فبنعمل اتنين فيوجن مع بعض، فالدكتور يقدر يشوف مكان الورم ويحدده بدقة من خلال قلنا اللوكاليزيشن اللي بيظهر للجلوكوز او الاف دي جي في حالة ايه في البت. طيب هل البت نقدر نستخدمه في السيميوليشن؟ دلوقتي نقدر نستخدمه، بقى في جهاز اسمه بت سي تي سكانر سيميوليشن. المريض نقدر نعمل، يبقى الميزة بتاعته ان هو حط البت سي تي في جهاز واحد، نقدر نعمل سيميوليشن للمريض من خلال السي تي والبيت سي تي في اجزام واحد في استاديو واحده، وبالتالي هيكون الصور اللي هتطلع علينا هتكون مور اكوريت، لان احنا عملنا سيميوليشن للبيت سي تي في نفس البوزيشن بتاع المريض، فمش هيكون فيه المريض يكون فيه تيلتنج او روتيشن. فبالتالي اثناء الكونتورنج بتاع اثناء الكونتورنج للورم هيكون اكثر دقة، فالدكتور يقدر يحدده بدقة شديدة جدا يعني اثناء الايه الرسم. طيب احنا خلصنا وصورنا، دلوقتي المرحلة اللي بعد كده اسمها الكونتورنج او الاناتومي ديفينيشن. لا، لو احنا رسمنا الورم او الخلايا السليمه الحمراء بدقه، بالتالي هيكون الكواليتي بتاع البلان بتاعنا فيري هاي. لاي سي ار يو اللي هو الانترناشونال كوميشن جراديشن يونتس، الروبورت ال 50 وال 62 وال 83 83 ده بتاع الاي ام ار تي، بيدينا بروفايدنج بريسكريبشن للاستراكشر اوت لاين، زي معنى كان يعني اي بي تي في والسي تي في والجي تي في والاورجن ادريس. البي تي في اللي هو البلاننج تارجت فوليوم، والسي تي في اللي هو الكلينيك تارجت فوليوم، والجي تي في اللي هو ذا جروس تارجت فوليوم، والاورجن ادريس اللي هي الاو اي ار. الجي تي في ده بيترسم الاول، دي يعتبر النواه بتاعه الورم، وبعدين بيترسم حوالين السي تي في، وبعدين حوالين السي تي في بيترسم البي تي في، وبعدين الاورجن ادريس بتترسم سيبر. لما نقول the amount of expansion is called planning margin، يعني احنا الجي تي في بيكون حواليه مارجن مثلا نص ملي، المارجن دي
دي بعد ما نحط عليه مارجن يبقى اسمه سي تي في. سي تي في لو حطينا عليه مارجن يبقى اسمه ايه؟ بي تي في. اهميه البلاند مارجنز دي، اول حاجه بناخد في الاعتبار الفاريشن اللي هتحصل في المريض في البيشنت سيت اب بتاعه، والانتر والانترا تريتمنت موشن بتاعت ايه المريض اثناء ايه الجلسه بتاعتك. الرسم الجي تي في والسي تي في والبي تي في والاورجن اتليست بتتم من خلال الراديشن انكولوجيست، ولو هيحتاج مساعده الراديولوجيست اثناء الكونتور يمكن عايز يوضح له، عايز يقول له ده تيشو دي ورم او مش ورم. يعني يعتبر الكونتورنج بتاعت الكونتور للتارجت والاورجان فوليوم تايم كونسيومينج بروسيس. في حالات الهيد اند نيك اي ام ار تي بتاخد وقت طويل، ممكن بيكون ريلاتيفلي سيمبل في حالات الباليتيف زي حالات البون والبرين ميتس. كل عضو في جسم الانسان او كل نوع ورم بيكون ليه البروتوكول بتاع الكونتورنج بتاعه موجود في القسم بتاعك. يعني البروتوكول بتاع الهيد اند نيك مختلف عن البروتوكول بتاع البروستيت، مختلف عن البروتوكول بتاع البرين. فكل عضو من اعضاء الانسان لو مصاب بكانسر بيكون للبروتوكول الكونتور بتاعه. خلصنا مرحله الكونتور، بنخش على مرحله التريتمنت او الدوز بلاننج. في مرحله البيشا تريتمنت بلاننج بيتم من خلال اول حاجه التريتمنت دريفلي تكنيك، التكنيك اللي احنا هنعالج بيه بيتم تحديد فيها زوايا الجانتري والكولوميتر والكاوتش انجل. بيتم تحديد الطاقه اللي احنا هنستخدمها، القيمه بتاعتها ونوعها. بنحدد من خلالها العدد الحقول العلاجية اللي احنا هنستخدمها والزوايا بتاعتها. بنقدر من خلال في مرحلة البلانك دي ان احنا نعمل جنريشن دي ار ار. برضو في المرحلة دي بنعمل ديفاينت للتوتال دوز والنمبر اوف فراكشن دوز اوف فراكشن، وبنعمل بلان ايفالويشن. ده كله بيتم من خلال التريتمنت بلانك سيستم تي بي اس. تي بي اس يعتبر الهارت اوف راديشن ثيرابي، ومن خلاله نقدر نوصل الجرعه الموصوفه للورم بدقه عاليه، وفي نفس الوقت نحافظ على الاعضاء السليمه اللي حوالين الورم. وده الهدف من راديو ثيرابي، ان احنا نوصل الجرعه الموصوفه للورم ونحافظ على الاعضاء السليمه اللي حوالين الورم. البلانك سيستم زيه زي اي جهاز كمبيوتر، بيكون من هاردوير وسوفتوير. الهاردوير بتاعه بيكون هايست كارنت سبيسيفيكيشنز، اعلى مواصفات للجهاز من خلال السي بي يو والجرافيك كارت الجرافيك بتاعي والرامات والبروسيسور بتاعي. فبيكون دي الهايست كارنت سبيسيفيكيشنز اللي احنا طالبينها في الهاردوير بتاعنا. نيجي للسوفت وير. السوفت وير اللي هو الدوز كالكوليشن بتاعنا اللي هو السيستم بتاعنا، لازم يكون فيه شويه مواصفات. اول حاجه يكون فيه الجوريزم للديس كالكوليشن بتاعنا، في الجوريزم للاوبتمايزيشن، ويكون في حاجه اسمها هيتروجينيتي كوركشن، ويقدر ايمج ديسبلاي يظهر الصور ويحسب الدي في اتش، يقدر يعمل اوبتمايزيشن ويحسب المونيتور يونت والدوز كالكوليشن، يعمل ريكورد ويعمل فيرفاي، يكون في فيرفاي سيستم للبلان بتاعنا. فدي اهم مواصفات مطلوبه في الهاردوير والسوفت وير. نيجي بقى نختار الدليفري تكنيك بتاعنا. نبدا من السيمبل للكومبلكس، هنبدا بال2 دي وال3 دي وبعدين الاي ام ار تي وبعدين الفيمات. 2 دي الصورة بتاعته عبارة عن 2D image، ودي بتتاخد من الconventional simulator اللي احنا قلنا عليه قبل كده، اللي هو قليل العدد بيستخدمه خلاص. وده بيكون بلان سيمبل اوبن، ممكن يكون اوبن فيت وما فيهوش دوز ديستريبيوشن. المريض بيتسطب على الجهاز السيميوليتور وبتحدد له الحقول العلاجية، بيكون بلان سيمبل جدا، فده ما عادش بيستخدم. ال3D conformal بلان ده عبارة عن CT image بناخدها من CT simulator، والبلان بيكون تقريبا من حقلين علاجيين لخمس حقول علاجيه، وبيكون موديفايد بيم شيبس من خلال ال ام ال سي او الويتش، ودي برضه هنتكلم فيهم باستفاضه. يبقى ده ال 3 دي بتاعنا كونفورمال ببساطه. نيجي للاي ام ار تي. ده الاي ام ار تي بيعمل حاجه اسمها الهاي كونفورمال دوز ديستريبيوشن للتارجت، وبيحافظ على الاعضاء السليمه، فده ديليفري ميثود. ده الاي ام ار تي، واللي هو بيسمى الانفرس، اللي هو الانفرس تريتمنت بلاننج. الانفرس تريتمنت بلاننج لما نقوله يبقى نقصد بيه الاي ام ار تي والفي مات. الاي ام ار تي اللي هو الانفرس تريتمنت بلاننج بنعمل ايه؟ احنا في البلان في الاوبتمايزر بتاعنا بنحدد، نقول له مثلا البي تي في بتاعنا عايزين يوصل له مثلا من كذا قيمه لكذا قيمه. ونيجي للاورجان ات ريسك بتاعتنا، نقول مثلا احنا عايزين نوصل لها معدل دوز قد كده مثلا خلاص. فده احنا بنحدد النتيجه بتاعتنا قبل ما نعملها،
فده بنبدا يعني ده الانفيرس تريتمنت بلان. احنا بنحدد اللي انا عايزه النتيجه النهائيه اللي انا عايزها للورم والاعضاء السليمه قبل ما ابدا، تمام. والاوبتمايزر بتاعنا الالجوريزم بتاعه بنتيجة الميثماتيكال سوليوشن بتاعه بيدور على افضل ميثماتيكال سوليوشن بتاعنا عشان نوصل للدوز الديستريبيوشن بتاعتنا المطلوبة والاورجن ات ريسك سبير. فده دي الفكرة ببساطة بتاعت الانفيرس تريتمنت بلاننج. الاي ام ار تي بلان اشرحه كده ببساطة، هو عبارة عن مالتيبل فيكسد انجل بيم زي ال 3D كونفورمال، بس يمكن في الدات اكتر، ممكن توصل ل 9 و11 فيلد، تمام. كل فيلد بيتكون من سمول اليمنت، السمول اليمنت دي اسمها البيملت. البيملت دي بيحصل لها موديفايد اثناء الاوبتمايزيشن. ازاي؟ البيملت دي ليها فاليو من 0، فاليو تبقى 0 1 0 0 دي يعني 0 انتنستي، ده مفيش دوز موجوده في البيملت دي. لو قلنا البيملت دي فيها قيمه 1 انتنستي يعني الدوز دي هيحصل يبقى في دوز ويل ديريفد ثرو ذيس بيملت، يعني في دوز هتوصل من خلال البيملت دي. الانتنستي ماب او الفلوانس باترن اللي هي دي بتعمل ديسكرايب للباترن اللي هي بيحصل التشينجينج للانتنستي اللي هي بتاعه البيملت في الاي ام ار تي فيلد، فدي اللي اسمها الانتنستي ماب. during بقى الاي ام ار تي اوبتمايزيشن الفولونس بتاعت كل فيلد بيحصل لها اوبتمايزد من خلال changing البيملت ويت بتاعتها، تمام. فاثناء الاوبتمايزيشن بقى الالجوريزم بتاع الاوبتمايزر بيدور على افضل حل رياضي علشان يحصل على افضل ويت للبيملت دي عشان يحقق الديزرت فولونس انتنستي بتاعتنا. بعد ما نحقق الفولونس انتنستي بتاعتنا من خلال الاوبتمايزر الجوريزم، الفولونس انتنستي دي بعد كده بتتحول لفولونس باترن اللي هي الليف موشن باترن، ودي دي بيكون بقى النتيجه النهائيه او النتيجه النهائيه بتاعه الاي ام ار تي اوبتمايزر، اللي هو الفولونس انتنستي بتتحول لفولونس باترن، وبالتالي نقدر ايه نستخدمها في ايه في العلاج. الاي ام ار تي عندنا منه نوعين، ستيب اند شوت ديليفري ميثود والسلايدنج ويت. الستيب اند شوت من اسمه كده ان هو اقف واضرب، ماشي. فانت الاول ام ال سي بتاخد الشيب بتاعتها بس ما يكونش فيه دوز، وبعد ما تاخد الشيب بتاعتها يضرب المونيتور يونت بتاعتنا في الفتحه دي، وبعد كده البيم اون يعمل له هولت، وبالتالي الام ال سي تتحرك وتاخد الشكل التاني، وبعد ما تاخد الشكل التاني تدي بيم اون، وهكذا لغايه ما نخلص الفيلد بتاعنا. فتلاقي بتاخد وقت شويه اثناء العلاج عكس السلايدنج ويندو. السلايدنج ويندو الام ال سي بتاخد الشكل بتاعها واثناء والمونيتور يونت او البيم اون شغال، يعني مش الام ال سي بتقف وبعدين ندي مونيتور يونت او بيم اون، لا، والام ال سي شغاله البيم اون ايه شغال، وده طبعا بيتحرك، ده بتتحكم فيه من خلال بقى السبيد بتاعت الليف والجاب بتوين الليفز. واغلبنا بيشتغل بسلايدنج ويندو لانه اسرع يعني. وده شكل حالة مثلا بروستيت مثلا، وشايفين الحقول العلاجية بتاعة الاي ام ار تي، ممكن تستخدم ادي 5 وممكن تستخدم 7. نيجي للفيمات اللي هو الفوليوم ميدوليتد راديوثيرابي، اللي هو الفيمات دي للإلكتا، والرابيد ارك الفارين، يعني رابيد ارك تريد مارك للفيمات، اللي مصطلح كلمة فيمات في الراديوثيرابي. هو الفيمات هو نوع من انواع الاي ام ار تي، بس الفرق احنا كنا في الاي ام ار تي في فيلدات ثابتة 7 من 7 ل 9 فلدات، اما الفيمات فعندنا ارك دايره كامله كده حول المريض، الكانتر بتلف حول المريض اثناء العلاج. في 3 متغيرات في الفيمات بتتم اثناء العلاج، اللي هو الجانتري سبيد والدوز ريت والام ال سي. فاحنا هناك كان في الاي ام ار تي ما عندكش الفلدات ثابته ما بتتحركش، فبالتالي بتغير معاك الدوز، معاك الدوز ريت والام ال سي سبيد. لكن في الرابيد ارك او الفيمات عندنا 3 متغيرات، الجانتر سبيد والام ال سي والدوز ريت، ودول كلهم بيتحكموا في التكنيك بتاع الفيمات عشان يوصل لنا للشكل النهائي في التريتمنت. ودي حالة خاصة بالرابد الأرك أو الفيمات، ودي حالة زي ما شفنا كده شايفين الجمال، يعني الهوموجينيتي والكونفيرماتي بتاعت البي تي في. ودي يعني دي حالتين أنا اشتغلتهم، واحدة بال 3D اللي هي الميدلوبلاستوما والكيروسبينال اريتيشن، فانتوا شايفين يعني ده ال 3D.
هي جميلة، بس انتوا شايفين يعني مفيش هوموجينيتي قوي، ومفيش وفي هوت سبوت والكلام ده كله، عكس الايمرتولفيمات هتلاقي فيه كونفيرماتي وهوموجينيتي في الدوز، لون اخضر جميل كده، والبندنج دوز يعني الدوز مرسومة جوه البي تي في، ما تلاقيش حاجة خارجة البي تي في، عكس ال 3 دي هتلاقي الدوز ممكن تكون خارجة البي تي في، خارج البي تي في. قلنا في البلانج بنقدر نحدد الانرجي والتايب بتاعها، فعندنا مثلا في المعجل الخطي في عندنا فوتون بيم انرجي والكترون بيم انرجي. الفوتون بيم انرجي اليونت بتاعتها الميجا فولت اللي هو الام في، الهاي انرجي بنستخدمها في السك والديبلي ريجونز، ودي طاقات من 10 ل 18 ام في. في اللو انرجي اللي هو الليس ديبلي، طاقات من 4 ل 6 ام في. الالكترون بيمز اليونت بتاعتها مليون الكترون فولت، ودي في السوبرفيشال تيومر، وعندنا الطاقة بتاعت الإلكترون ممكن تتراوح من 4 ل 10 ام في. الديفايند بقى بتاعت التوتال دوز والنمبر اوف فراكشن دوز بالفراكشن اكوردنج تو الستيج ونوع الورم اللي احنا بنحتاجه، ودي انترناشونال بروتوكول يعني ثابت على المستوى، مش اي حد بيحط اي دوز، يعني الحالات اللي هي الدندينيك وحالات البرين وحالات كلها ليها البروتوكول بتاعها في التريتمنت، في التوتال دوز والنمبر اوف فراكشن والكلام ده كله. قلنا قبل كده ان اهم ما يميز البلانك سيستم ان احنا نستخدمه يكون بيعمل دي ار ار جنريشن. قلنا الدي ار ار شرحته قبل كده بنستخدمه في البيشنت سيت اب، وبعدين بعد كده بنستخدمه بقى اللي هو الاي جي ار تي اللي هو بيعمل المونيتور بيشنت اب ديورنج الكلينيكال روتين اند بيشنت بوزيشن فيكيشن راديو ثيرابي. بنعمل دي ار ار في البلانك سيستم في الفيلد العلاجي بتاعنا، وبناخد دي ار ار للمريض اثناء في اول جلسه، ونعمل ماتشنج بينهم ونشوف لو في تطابق، لا ولو في تطابق نشوف الفاريشن اللي حصل في الاكس واي والزد، ودي الشفتات المريض هيتحركها، ومن خلالها بعد ما يتحرك بنعمل اللي هو البيرمننت تاتو او الماركينج ريفرنس اللي بنحطه على السيرفس بتاع المريض. البلان ايفالويشن، لو قلنا الدوز ايفالويشن فور بي تي في، فعندنا الاي سي ار يو 50 اللي هو الريبورت بيقول لنا الماكسيمم دوز اللي هتوصل للبي تي في ما تتعداش ال 107% من التوتال دوز، والمينيمم اللي هو شود نوت بي سمولر ذان 95% من الدوز. الاي سي ار يو 83 والاسترو 2009 للاي ام ار تي ريبورت بيقول ادونا شويه ريكومندنج فولوينج دوزز ريبورتد فور بوث بي تي في اند سي تي في، اللي هو المينيمم دوز ودي 50% ودي 100% ودي 95% والفي 100% والماكسيمم دوز دي 95، يعني على سبيل المثال يعني اقول لكم يعني دي يعني ايه دي 95%، او على سبيل المثال قال لك دي 95% بتساوي 95%، معناه ان ال 95% من البريسكرايب الدوز ريسيفت باي 95% من البي تي فوليوم، يعني هتلاقي ده اللي بعد اللي يساوي ده تقول للرقم للحرف الكابيتال يعني، واللي تحت الرقم الكابيتال ده يقول للفوليوم، يعني لو قلنا مثلا لان هو الدوز عندنا دوز وفوليوم، فيا اما اللي بعد الايكوال ده يا اما هيقول للدوز يا اما هيقول للفوليوم، فلو عندنا دي الحرف الكابيتال ده دي مع 95% تساوي 95% معناها ان 95% من البريسكرايب الدوز ريسيفت باي 95% من البي تي في فوليوم. ولو قلنا مثلا البي تي في فوليوم بتاعنا الفوليوم بتاعه 50 جراي يساوي 95% معناها ان 95% من البي تي في فوليوم ريسيفنج دوز اوف 50 جراي. تمام، الماكسيمم دوز اللي هو الدي ماكس ده الماكسيمم دوز الموجود في البي تي في، ولما يكون خارج اوتسايد البي تي في بتاعنا بنسميه الهوت سبوت. المينيمم دوز اللي هو دي من ده اللوست دوز، اللوست دوز الموجوده في البي تي في، بجانب الدي ماكس والدي مين والدي 100 والدي 5 والكلام ده كله، في بعض الاديشنال ستاتستكس موجوده لازم احنا نحسبها، زي الكونفورميتي اندكس والهوموجينيتي اندكس والايكوفالنت يونيفورم دوز والان تي سي بي والتي سي بي، دي كلها موجوده في التي بي اس الحديثه، ودي مهمه جدا في الايفولوشن بتاعتنا للبي تي في والاورجن ات ريسك يعني. فانا يعني هي عايزه محاضره كامله عشان اشرحها، انا بس حبيت اقولها كده في بوينتس صغيره بحيث ايه تبقوا ايه عارفين البروتوكول.
الدنيا ماشيه ازاي. وجينا عملنا دوز ايفالويشن للاورجن ات ريسك. الاورجن ات ريسك ببساطه هي اعضاء سليمه حظها سيء جدا موجوده جنب الورم، تمام؟ فلما بنيجي نعرض الورم للاشعاع فهي بتتعرض هي كمان، فده لسوء حظها. فدي هي الاورجن ات ريسك اللي هي يقول لك الاعضاء الموجوده في الخطر، يعني اللي هي جنب الراديشن. الاورجن ات ريسك عندنا منها نوعين، سيريال والبارال اورجن. سيريال اورجن لو الاورجن نفسها متقسمه لحاجه اسمها سب يونت، كل اورجن اسمها سب يونت. لو السب يونت دي حصل لها دامج مثلا في السيريال اورجن، الاورجن كله بيحصل له دامج، زي حالات السباينال كورد. السباينال كورد لو عدى الدوز بتاعته خلاص هيحصل له دامج نهائي، واللينس، تمام؟ عكس البارال اورجن. البارال اورجن لو السب يونتس بتاعتها حصل لها دامج هتفقد الوظيفه بتاعتها، زي الكدني لو انت مثلا ضربتها خلاص مش هتشتغل تاني، هي موجوده بس الفانكشن بتاعتها مش هتشتغل. اللنج نفس الحكايه. هتلاقي دايما برضو اكزامبل تاني، هتلاقي في حالات الاورجن ات ريسك احنا دايما هتلاقي في دي 2% دي 98%، فده معناه برضو ان الدوز ديليفرد دوز ريسيفد باي 2% اور مور اوف الاورجن ات ريسك، ودي 98 دوز ريسيفد باي 98 اور مور اوف الاورجن ات ريسك، ده الفوليوم يعني، تمام؟ لو انت عايز معلومات مهمة أو معلومات أكتر عن الـ Tolerance of Normal Tissue في الـ Therapeutic Radiation هتعمل سيرش على الـ Quantic والـ RTOG، هيديلك الـ Data بتاعت الـ Normal Tissue Tolerance بتاعتها، الـ Dose Tolerance بتاعتها. في جزء تاني مهم جدا بنستخدمه في الـ Evaluation هو اللي هو الـ DVH اللي هو الـ Dose Volume Histogram. الـ Dose Volume Histogram هو علاقة بين الدوز والفوليوم، هنا الفوليوم وهنا الدوز. ده هيستوجرام ريليتد راديشن دوز تو تيشو فوليوم ان راديشن سيربابانك سيستم. هو بيعمل لك سيمرايز تو الدوز ديستريبيوشن وذ فوليوم اوف بي تي في والاورجان ات ريسك، هو علاقه بين الفوليوم والدوز. من خلال العلاقه دي بنقدر نشوف الفوليوم وصل له قد ايه دوز، بيكون في اصلا اوبشنات بتعرف يعني تعرف كل جزء وصل له قد ايه. فالدي في اتش مهم جدا للايفالويشن بتاعنا. نيجي لايزودوز ديسبليت بي تي في. بجانب الدي في اتش بتاعتنا في حاجه اسمها الايزودوز ديسبليس، لازم احنا عملناها ريفيو، اللي هو الدوز ديستريبيوشن بلان من خلاله نقدر فيجواليز ان ذا فورم اوف ايزودوز. يعني الايزودوز ديسبليت بتاعتنا بيكون خلال ايزودوز لاين، كل لاين بيكون ليه الرقم بتاعه. يعني لما قلنا مثلا الايزودوز لاين بتاعنا الاخضر ده متعرف على جزء ان هو 95% من الدوز بتاعتنا. لو قلنا مثلا على سبيل المثال ان اللون الاحمر مثلا يعني او اللون الاصفر ده مثلا مدلوله مثلا 83%، فبالتالي من خلال الارقام دي اقدر اعرف ان ال 95% هل مغطيه البي تي في بتاعي كله ولا لا، من خلال اشوف اللون ده اخضر وصل البي تي في كله ولا لا. نفس الحكايه لل 83 مثلا، واحنا عرفنا اللون الاخضر ده الاصفر ده هو 83%، فابتدي اعمل سكرول كده بالماوس بتاعي اشوف شق البي تي في، هل اللون الاخضر ده او اللون الاصفر ده وصل قد ايه. فده مهم جدا لان من خلاله برضه اقدر اشوف البي تي في وصل له هوت سبوت وصل له كولد سبوت، ال 95% او ال 100% واصله للاورجن ات ريسك ولا لا. فمهم جدا ان احنا نعمل ايفالويشن من خلال الدي في اتش ومن خلال الايزودوس ايه ديسبلاي. نيجي بقى لمرحله الدليفري اند تريتمنت، اخر مرحله. والمرحله دي بتتقسم لجزئين، ايمج جايد راديو ثيرابي اللي هو الاي جي ار تي والدوز ديليفري. الاي جي ار تي نفسه هو مش 3 دي اي ام ار تي تكنيك، ولكن هو بيساعد ال 3 دي والاي ام ار تي ان هو يتاخد بطريقه دقيقه جدا. المين ايمز بتاعته اللي احنا منه اللي هو اول حاجه ريديوس البيشنت سيت اب ايرور ديورنج التريتمنت، وبياخد في الاعتبار التارجت فوليوم تشينجينج ديورنج الراديو ثيرابي زي الديكريز ان تيومر فوليوم او الويت لوس. فبالتالي مهمته ان هو يقلل السيت اب ايرور بتاعه المريض اثناء الجلسات، وياخذ في الاعتبار التارجت فوليوم المقصود بالورم، التغيير اللي بيحصل له اثناء الراديو ثيرابي.
النتيجة لو احنا طبقنا الـ IGRT بتاعنا على المريض بتاعنا، يبقى نشور ذات الراديشن بيم بتاعتنا، الحقول العلاجية بتاعتنا exactly focused on tumor، بيكون موصولة للتيومر بتاعنا، والاكسبوجر للنورمال تيشو از ليميتد. خلاص احنا لو احنا ظبطنا الاي جي ار بتاعنا والمريض خط في وضع علاج، هنضمن ان الجرعه الموصوفه في المريض هتوصل للورم، وفي نفس الوقت الاعضاء السليمه اللي حوالين الورم هتبقى قليله جدا. تمام. الاي جي ار تكنيك كونسيست اوف بلانر زي الايبت والكي في، وفوليومتريك ايميجنج زي الكومبي ام سي تي. يعني كل معالج الخط عندنا بيكون فيه ايميجنج سيستم موجود فيه. فعندنا مثلا هنا مثلا في الجهاز ده عندنا ايميجنج سيستم، عندنا ده السورس وده الديتكتور، سورس الكي في والديتكتور بتاعه، ممكن ده يصور صوره بلانر، صوره 2D، وفي نفس الوقت ممكن ياخد صوره ثلاثيه الابعاد زي الكومب ام سي تي. وعندنا البورتال ايميجر ده صوره ام في ايمج، السورس بتاعه بيكون في الهيد حوالي، يعني بيدي 2 مونيتور يونت عشان يصور المريض. فبالتالي دي التكنولوجي بتاعت ال اي جي ار تي. نيجي للدوز ديليفري، ميديكال لينير اكسلريتور، ده الاشهر والموست كومن ماشين لعلاج السرطان. هو عباره عن بارتيكلز اكسلريتور ماشين. الفكره بتاعته ان لينير اكسلريتور بيوز هاي باور مايكرويف سورس. مايكرويف سورس دي يا اما كلايسترون او ماجنترون، بتستخدم تو اكسلريت الالكترونز اللي هي الالكترونز اللي بيعمل اللي هو معجل الالكترونات اللي هي produced from electron gun، اللي هي بتنتج من خلال الالكترون جان من خلال الثيرمو ايونيك ايميشن اوف تو هاي فيلوسيتي. تمام. الجنريتد الكترون دي بترسل للاكسلريتور ويف جايد تيوب. بتعمل ايه في الويف جايد تيوب دي؟ بتركب التوب اوف الكترومغنيتيك ويفز اللي هي تم تخليقها من خلال باور مايكرويف سورس. تمام. ويحصل لها اكسلريتد، يعني بيحصل لها تعجيل تعجيل عشان توصل للانرجي اللي هي محتاجاها والام في ليفل اللي احنا مطلوب منه. ولما توصل للديزرت انرجي اللي احنا عايزينها منها، بتخرج من الاكسلريتور تيوب. طيب لما الالكترون بتخرج من الاكسلريتور تيوب، هي ماشيه في طريق مباشر، طريق ستريت، فاحنا عايزينها نلفها علشان تعالج المريض على الترابيزه بتاعتنا. فبالتالي بنعمل لها بيندنج، فلازم فالبندج عندنا بندج ماجنت بيقدر يغير مسار الالكترون الاكسلريتد الكترون دي من 90 ل 270 زاويه عشان يعمل لها ريدايركت توارد الماشين تريتمنت هيد، وبالتالي تخرج من البيم اكسيت. طيب عندنا الهاي انرجي الكترون اللي خرجت من الاكسلريتور تيوب دي، يمكن نستخدمها كدايركتلي في علاج كعلاج الكترون زي ما قلنا، الالكترون بتاعك في السوبرفيشال، من خلال ان هي نعمل لها كولايدنج انها تصطدم بسكاتر فويل. السكاتر فويل ده عباره عن ثين لاير اوف هاي اتوميك نمبر تو كونفرت البنسل بيم بتاع الالكترون بيم تو يوزابل وايد رينج بيم. يبقى احنا كده لو احنا عايزين نعالج بالالكترون، فكل اللي هنعمله بعد ما الالكترون بيم الخارجه من الاكسلريتور تيوب عملنا لها بندك، بنخليها تعمل اصطدام حاجه اسمها السكاترنج فويل. السكاترنج فويل دي عباره عن سن لاير اوف هاي اتوميك نمبر. بعد كده بعد ما يحصل الاصطدام ده، الالكترون بيم اللي هو عباره عن بنسل بيم بيتحول حاجه اسمها يوزابل وايد رينج بيم. طيب لو احنا عايزين نستخدم اللين اكسلريتور في الفوتون بيم يعالج اكس راي، فاول حاجه الالكترون بعد ما تعمل لها بندك، خليها تعمل تصادم بهيفي ميتال تارجت. وبعد كده بعد ما يحصل ما تخرج من الهيفي ميتال تارجت، بنخليها تضرب في الفلاتنج فلتر. وبالتالي ما تخبط في الفلاتنج فلتر بروديوس كلينيكال بورت ميجا فولت بيم اللي هي بالبرمشترانج برودكشن بروسيس. يبقى احنا خلاص، يبقى لو احنا نستخدم الكترون، هنخلي الالكترون تخبط في السكاتر فويل وبعدين تتحول من بنسل بيم ليوزابل وايد رينج. ولو احنا عايزين نستخدمها في الفوتون بيم، بنخلي الالكترون بيم الهاي انرجي الكترون بيم دي تخبط في هيفي ميتال تارجت، وبعدها فلاتنج فلتر، وبعدها كده تتحول لبرود ميجا فولت فوتون بيم بالبرمشترانج برودكشن بروسيس. خلاص البيم خرج وتكون من الهيد بتاعت
اللينر اكسليتور بنعمل لها شيبنج من خلال او من خلال المالتي كولوميتر للام ال سي الموجوده في الهيد بتاعه الديفايس. بعد ما خلاص عملنا شيبنج للبيم الخارجه خلاص جيت اوت فروم جانتري هيد توورد ذا بيشنت، تخرج تروح للمريض اللي هو نايم على الموفبل تريتمنت كاوش على الترابيزه بتاعه الجهاز اللي هي بتقدر تتحرك في ديفرنت دايركشن، بتعمل يمكن تلفها ممكن تتحرك بالاكس والواي والزد. ودي صوره للمعجل الخط بتاعنا يعني ده التروبي. يعني شكرا لحسن استماعكم، واتمنى يعني اكون اضفت معلومه جديده ليكم. يعني شكرا لحضراتكم.